المسائية من الميادين وفي عناوين ملفها الوحيد. واشنطن تسحب منظمة أو منظومة الباتريوت من السعودية وقواتها من سيناء. هل باتت المنطقة ثانوية في معادلاتها؟ ترامب يتحدث عن إجراءات عسكرية لبلاده حول العالم، فهل يعيد التموضع في المنطقة ليتمركز في ساحات مواجهة مع روسيا والصين؟ واشنطن لا تستبعد طرح بديل لمنظمة الصحة، حسابات ترتبط بالنجاح والفشل أم بالهيمنة، وهل بات من يمسك بالصحة يمسك بالسلطة في العالم؟ مساء الخير. خطوات مفاجئة للولايات المتحدة في المنطقة، قرار بسحب منظومة الباتريوت من السعودية وقواتها العاملة ضمن القوى الدولية في سيناء. واشنطن تربط قرارها بانتهاء التهديد للمصالح الأمريكية، لكن السؤال المطروح: أليست سياسة واشنطن شكلت وتشكل الخطر الاستراتيجي للمنطقة؟ وأي دلالات لقراراتها بتقليص تواجدها العسكري؟ وما تداعياته على حلفائها؟ وهل يعكس عدم اهتمام ولا مبالاة أم التفرغ للتركيز وإعادة التموضع والانتشار في ساحات أخرى؟ وهو ما برز في إعلان ترامب بأن واشنطن تقوم بالعديد من الإجراءات العسكرية حول العالم. فهل تغيرت أولوياته الاستراتيجية وباتت ملفات المنطقة ثانوية مقابل التحشيد في أوروبا والمواجهة مع روسيا والتصعيد مع الصين؟ وهو تصعيد بلغت ذروته أمام السجال أو مع السجال الدائر حول فيروس كورونا وحملة الاتهامات الأمريكية التي سيقت ضد بكين. فهل أطلقت واشنطن حرب السيطرة على النفوذ الصحي عالميا؟ وهل باتت تخشى من أن تسبقها الصين في هذا المضمار؟ وإلى أي مدى بات من يمسك بالصحة يمسك بالسلطة في العالم؟ أهلا بكم في المسائية. البداية نرحب بضيوفنا من القاهرة. ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة. مساء الخير دكتور حسن. وكذلك ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن الدكتور إدمون غريب. مساء الخير دكتور إدمون. قبل أن نبدأ النقاش سنذهب إلى ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة سحبت 4 منظومات باتريوت للدفاع الجوي من السعودية. الصحيفة نقلت أن وزير الدفاع الأمريكي يسعى إلى سحب المراقبين الأمريكيين من القوة الدولية العاملة شمال سيناء. التفاصيل مع زهراء الديراني. واشنطن تسحب منظومة الباتريوت من السعودية وتقلص وجودها العسكري في المملكة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن الإدارة الأمريكية ستسحب عشرات العسكريين الذين أرسلتهم عقب الهجمات الأخيرة على شركة أرامكو العام الماضي. وكشف عن مغادرة سربين من المقاتلات الأمريكية مؤكدين أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في الوجود البحري الأمريكي في الخليج. لا أريد التحدث عن الأمر. نحن نجري تحركات عسكرية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. هناك دول نحميها مقابل لا شيء. وإذا كنا نقدم الحماية إلى بعض الدول فعليها احترامنا. تلك الأيام انتهت. لذا فإن الأمور ستتبدل. أنا لا أقول إن السعودية هي كذلك. ولكن ما نفعله هو لمصلحتنا ولمصلحتها أيضا. ومن السعودية إلى مصر نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يسعى إلى سحب المراقبين الأمريكيين والقوات العسكرية من القوة الدولية شمال سيناء. المصدر أكد للصحيفة أن إسبر يرى أن الجهد العسكري الأمريكي شمال سيناء لا يستحق تكلفته ولا المخاطرة بالقوات المتمركزة هناك، مشددا على أن إسرائيل والخارجية الأمريكية تعارضان الخطوة. مسؤول أمريكي كشف لوكالة يونهاب أن بلاده طلبت من كوريا الجنوبية دفع 1,300,000,000 دولار سنويا لتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية
أي بزيادة نحو 50% عن العام الماضي، إلا أن سيول عرضت زيادة مساهمتها بنسبة 13% من مبلغ 870 مليون دولار، عرض رفضه ترامب، إذ يبدو واثقا من أن سيول ستدفع المزيد في نهاية المطاف. إنه المال مقابل الأمان، ادفع لتبقى. أبدأ الحوار معك دكتور إدمو. انطلاقا مما جاء بصحيفة وول ستريت جورنال، خفض الحضور العسكري الأمريكي بالسعودية وكذلك لأنظمة الباتريوت بالمملكة، على ماذا يدلل هذا التوجه الأمريكي، هذه السياسة أو القرار الترامبي المفاجئ؟ وأيضا نسأل ما هي الأسباب الحقيقية التي استدعت بدء الولايات المتحدة بدراسة خفض عدد البطاريات الباتريوت وإعادة انتشار قواتها بالمنطقة؟ تحياتي لك وللدكتور حسن. بدون شك أعتقد أن هناك الآن الكثير من التغييرات في المواقف الدولية والمواقف الأمريكية، وخاصة هي طبعا لم تبدأ مع جائحة كورونا، ولكن جائحة كورونا أيضا قد بدأت تؤثر على القرارات وعلى صانعي القرار في الولايات المتحدة. هذا الانسحاب ليس مفاجئا تماما، طبعا من البداية أعلن المسؤولون الأمريكيون أن صواريخ الباتريوت التي أرسلت لمساعدة السعودية على حماية منشآتها النفطية بعد الهجوم على شركة أرامكو، قيل في ذلك الوقت أنه سيكون مؤقت وأنه لن يكون دائم، وبالتالي فإن هذه ليست مفاجأة كبيرة. ولكن أيضا الولايات المتحدة قامت بإبقاء وإرسال بطاريات صواريخ بعد الهجمات التي شهدتها بعض القواعد الأمريكية في العراق، وأعتقد أن ما نراه الآن هو أن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية تعتقد، وخاصة بعد انتخاب رئيس وزراء بعد تعيين وموافقة البرلمان على رئيس الوزراء العراقي الجديد، أن حدة التوتر قد تراجعت إلى حد ما في العراق وفي المنطقة، وبالتالي فإن هذا يسمح للولايات المتحدة بسحب قواتها في الوقت الذي تحتفظ به بصواريخ ب 12 بطارية صواريخ باتريوت في المنطقة، وفي السعودية بصواريخ ثاد، بالإضافة إلى بطاريتين في قاعدة الملك خالد. وبالتالي فإن هذه هي رسالة أيضا بأن في الوقت الذي ستنسحب فيه وتخفض الولايات المتحدة أعداد قواتها في هذه المنطقة، إلا أنها أيضا باقية إلى حد ما هناك. ولكن الأمر الآخر هو أيضا أن الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة واضحة بأن أولوياتها، وخاصة هذه الإدارة والرئيس ترامب، بأن لديهم أولويات أخرى تدفعهم إلى تغيير بعض سياساتهم، وهي طبعا التركيز على التوجه نحو آسيا، التوجه نحو الصين التي يعتبرها المسؤولون الأمريكيون هي تشكل التهديد الأخطر على المصالح الأمريكية في العالم وعلى القيادة الأمريكية للعالم، وبالتالي فإن هذا هو أيضا أحد الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، ربما كان هناك تفسير من بعض المحللين بأن هناك نوع من التوتر الذي ساد العلاقة السعودية الأمريكية بسبب المنافسة التي شهدتها أسواق النفط بين السعودية وروسيا، وهي أدت إلى زيادة الإنتاج وألحقت، على الرغم من أن الرئيس ترامب كان هو في البداية الذي طلب من السعوديين زيادة الإنتاج، ولكن عندما زاد هذا الإنتاج وبدأ يؤثر على النفط الصخري في الولايات المتحدة، بدأنا نرى ضغوط بالاتجاه المعاكس، وذلك لتخفيض الإنتاج. ولكن يبدو أنه لم يكن اتفاق سريع، وإن كان هناك اتفاق مبدئي، وهذا أيضا جزء منه، لأن هناك اعتقاد هنا على الأقل بأن الروس أيضا كانوا يلعبوا دورا في توجيه ضربة، كانوا منزعجين من السياسات الأمريكية، من العقوبات وغير ذلك، ولذلك اغتنموا هذه الفرصة الآن لزيادة الإنتاج لتقويض
وتوجيه ضربة قاسية للإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وهذا النفط الصخري هو الذي سمح للولايات المتحدة بأن تصبح المنتج النفط الأول في العالم. ولكن هناك مشكلة هي أن هذا النفط يكلف البرميل حوالي 45 دولار للبرميل، وهذه لم يعد بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة التي تنتج هذا النفط الاستمرار، ولا يوجد مكان حتى في المخزون الاحتياطي الأمريكي لشراء هذا النفط الجديد من هذه الشركات للحفاظ على استمراريتها وبقائها. ولذلك فإن حوالي 400 شركة قد توقفت حتى الآن، وهناك احتمال، وهذه الشركات طبعا هي شركات صغيرة أو متوسطة، ليست الشركات العملاقة مثل إكسون موبل أو غيرها. وبالتالي هذه أيضا من ربما قد تكون من بين الأسباب وراء هذا التحرك. يعني دكتور إدمو، تطرقت إلى عدة أسباب يمكن تلخيصها وهي نقاط مهمة جدا ولابد من تعميقها أكثر، خصوصا وأنك أشرت إلى الأولوية بالنسبة للأمريكي، التوجه نحو يعني آسيا، مواجهة الصين، وهنا التهديد الأكبر الذي يشكله وهذا نوع من التهدئة داخل المنطقة. أيضا أشرت برسائل مهمة إلى السعودي، لأنه هنالك نوع من دفع الثمن الذي يطالب به ترامب. تحديدا أمس يقول أن هناك دولا غنية نحميها مقابل لا شيء، وأذكرنا نقدم الحماية لبعض الدول فعليها احترامنا. وهنا أيضا يمكن رسالة هذه للسعودية، لأنه هذا القرار الذي قلت بأنه غير مفاجئ هو بانسياق وانسجام أيضا طبيعي مع المطالبات المستمرة بالكونغرس بمعاقبة الرياض على إشعالها حرب أسعار النفط. دكتور حسن نافعة، يعني بملخص هذه الأسباب التي طرحها أستاذ إدمو أو دكتور إدمو، لن يقتصر الأمر، سأضيف عليك يعني عدة نقاط بالتفصيلية لنفهم ما هي الدوافع الأساسية للأمريكي. وول ستريت جورنال تقول بأنه واشنطن لم تسحب فقط يعني وتخفض عدد البطاريات الباتريوت، بل أيضا سحبت سربين من الطائرات المقاتلة، العشرات من الجنود الأمريكيين، وتدرس تقليص التواجد القوات البحرية في مياه منطقة الخليج. وهنا النقطة الأهم، بقراءتكم الأولية لهذا التغيير، هل تشير واشنطن من خلال سياستها بأنها تسعى إلى التهدئة بالمنطقة لتفريغ هذا الجهد ومواجهة كما قال خطر بالنسبة له أكبر من خلال الصين والروس؟ مساء الخير على حضرتك أولا، وعلى الدكتور هيموم، وعلى السادة المشاهدين. أنا في اعتقادي الشخصي أن ما يجري حاليا يتسق تماما مع أطروحات الإدارة الأمريكية منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يرفع شعار أمريكا أولا. وبالتالي صيغة العلاقة بين الولايات المتحدة وبين الحلفاء من ناحية والأعداء من ناحية تغيرت تغيرا واضحا جدا في إدارة ترامب مقارنة بكل الإدارات السابقة. هو أراد أن يقول منذ البداية أن الولايات المتحدة لن تقدم خدمة مجانية، وخاصة خدمة الأمن لحلفائها، خصوصا إذا كان هؤلاء الحلفاء من الأغنياء. ولذلك هي يعني أجبرت حلف شمال الدول، حلف شمال الأطلنطي، شركائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلنطي بأن يزيد من حصصهم الدفاعية، ويعني ضغطت على السعودية لكي تدفع مليارات الدولارات للولايات المتحدة في صورة صفقات سلاح إلى آخره. الجديد اليوم هو أن العالم كله يعيش أزمة كونية نتيجة يعني فيروس كورونا، وبالتالي هذا يدفع الولايات المتحدة أكثر فأكثر، وخصوصا وأنها الدولة الأكثر تضررا في العالم، وتبدو أنها تدير الأزمة بشكل سيء جدا، وهي رصدت من يعني 2 إلى 6 تريليون دولار لمواجهة هذه الأزمة، فهي بحاجة ماسة إلى المال. وبالتالي هناك جزء يتعلق بمحاولة ابتزاز الأصدقاء الأغنياء أكثر فأكثر، وبالذات السعودية. من ناحية أخرى يعني أنا لا أريد أن أبالغ في يعني التحركات العسكرية الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. هو ليس انسحاب كامل من المنطقة،
وأنا أنظر إليه على أنه يأتي في سياق إعادة الانتشار. حتى هناك تقارير تتحدث عن أن البطاريات الباتريوت التي تسحبها ربما تكون نتيجة خلاف مع السعودية حول نوعية أخرى من الباتريوت تريدها الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة وترامب تحديدا يحاول انتهاز الظروف الراهنة لممارسة مزيد من الابتزاز للسعودية، خصوصا وأن الحرب مع يعني الحرب على اليمن يبدو أنها دخلت في مرحلة تفاوضية وفي مرحلة حساسة، وبالتالي ليس هناك تهديد ضخم مباشر من ناحية اليمن، وإذا حدث هذا التهديد فهناك بطاريات أمريكية مثلا موجودة، والوجود الأمريكي في المنطقة وجود ضخم جدا، يعني هو لا يقتصر على السعودية، هو موجود في العراق، يعني حتى في العراق بيجري إعادة تمركز لحماية القواعد العسكرية الأمريكية من هجمات محتملة من جانب يعني قوى ربما تكون مناصرة إيران إلى آخره. ما أريد أن أقوله في نهاية المطاف، رؤية ترامب للمنطقة هو أن هناك حليف واحد يستحق أن تعطيه الإدارة الأمريكية تأييدها المطلق وغير المشروط، وهو إسرائيل. أي حليف بعد ذلك يأتي في المرتبة التالية، وبالتالي عليها أن يدفع تكلفة الأمن، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تفكر في مصالحها المباشرة من ناحية وفي مصلحة إسرائيل من ناحية أخرى. إذا حدث أي تهديد جدي لإسرائيل فسوف تكون الولايات المتحدة حاضرة وبقوة، ولذلك أعتقد أن الضغط على إيران سيستمر، التواجد الأمريكي في المنطقة سيستمر بما في ذلك السعودية وبقية المناطق، هو لإعادة الانتشار ولتوفير بعض النفقات وبعض التكلفة المالية التي قد لا تكون يعني لها ضرورة قصوى في ظل التهديد الحالي الذي تشكله أزمة مواجهة كورونا والمبالغ المالية الضخمة التي تتطلبها لمواجهة النفقات الأمريكية المتزايدة. إذن هو الحاجة إلى المال من ناحية، عدم وجود تهديدات خطيرة تهدد المصالح الأمريكية من ناحية أخرى، وإذا حدثت هذه التهديدات الوجود الأمريكي ما زال قائما وما زال قويا. ويمكن هذا الإجراء دكتور حسن يقال بأنه هو يتماشى قلبا وقالبا مع عقيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رسخها الآن، هي المبنية وخصوصا العقيدة الخارجية، والمبنية ليست على تحالفات أو التزامات دائمة بل مصالح تتضارب فيها الأهداف، عفوا تتضارب فيها الأهداف الاقتصادية وكذلك الأمنية. ولكن أشرت إلى نقطة مهمة بأنه هذا الوجود العسكري الأمريكي مرتبط أساسا بالمصلحة الإسرائيلية، وهنا نتحدث عن تبعات يعني ما ذكرته أيضا صحيفة وول ستريت جورنال عن توجه البنتاغون بسحب من عدد القوات من سيناء، ولكن بعد قليل. ولكن بنقطة مهمة أشار إليها دكتور إدمو دكتور حسن حول التداعيات على الحلفاء للمنطقة، إن كان من إسرائيل أو حتى للحلفاء الخليجيين، خطوة واشنطن جاءت بناء على تقييمات مفادها بأن تهديد أو التهديد الذي تمثله إيران على مصالح البلاد في المنطقة قد تراجع، ولكن الأمر هذا ألا يتناقض كذلك مع الفيتو الذي مارسه ترامب قبل عدة أيام بتعطيل تشريع تقييد سلطته بشن أي عمل عسكري ضد إيران عبر مطالبته بالحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس؟ وأيضا هنا نسأل عن التداعيات على الحلفاء من خلال هذه الخيارات الأمريكية. لا، أعتقد أن القول بأن التهديدات تراجعت هو للاستهلاك المحلي والاستهلاك الإعلامي ولممارسة مزيد من الابتزاز في مواجهة بعض الحلفاء. واقع الأمر الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال يعني تمارس نفس السياسة التي كانت تمارسها من قبل تجاه إيران، وبالتالي هي سياسة أقصى قدر من الضغوط. وأنا شخصيا كنت منذ فترة طويلة وما زلت لا أستبعد العمل العسكري إذا توفرت شروط معينة،
وأظن أن الضغط على إيران سيتزايد، وخصوصا بعد نجاح نتنياهو في الفرز يعني في اجتياز المعركة القضائية وصدور حكم يعني يعطي نتنياهو فرصة تشكيل وقيادة الحكومة. ونحن نعرف أن يعني نتنياهو يرى في إيران عدو إسرائيل الأول، ويحاول يعني إبعادها تماما عن سوريا وعن العراق إلى آخره. ولذلك أعتقد أن العامل الإسرائيلي هنا هو عامل مهم جدا، ولا يمكن أن يؤدي إلى يعني أنا لا أرى في ظل ما يحدث في إسرائيل حاليا، وخصوصا بعد يعني فوز نتنياهو بإمكانية تشكيل الحكومة، أن الضغط الأمريكي على إيران سيتراجع. وبالتالي الحديث عن أن التهديدات ضد المصالح الأمريكية تراجعت، بما يعني أن إيران لم تعد تشكل تهديدا مثلا على السعودية، هو المقصود بها فقط ابتزاز السعودية. طيب ممتاز، هل تسمح لي بهذه النقطة أن يعقب عليها قبل أن أذهب إلى ما جرى تحديدا باتفاقية كامب ديفيد وهذا التواجد الأمريكي في سيناء؟ هل لديك مقاربة مختلفة دكتور إدمو، أو بالفعل هنالك يعني مصالح أساسية بالنسبة لإسرائيل والأمريكي يتصرف على هذه الناحية، والتداعيات لهذه الخطوات الأمريكية على الحلفاء في المنطقة؟ بدون شك أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي ربما قد تكون أقوى علاقة في المنطقة. الولايات المتحدة حتى في عهد معظم الإدارات السابقة كان هناك طبعا مرحلتين، كان خلال عهد ريغان في 82 عندما ضغط على القيادة الإسرائيلية، وأهم من ذلك ما حدث في حرب 56 عندما ضغط الرئيس آيزنهاور وهدد المنظمات الصهيونية بأنه سيوقف وسيمنعها من تقديم دعم لإسرائيل إذا استمروا في دعمهم لمطالب إسرائيل بالبقاء في سيناء وعدم الانسحاب. وبالتالي أجبرت إسرائيل في ذلك الوقت على الانسحاب بسبب الضغوط الأمريكية وإلى حد ما الضغوط الروسية في ذلك الوقت السوفيتية. ولكن هذا الموضوع المصلحة الإسرائيلية، هذه الإدارة قد أثبتت بأنها أقرب الإدارات لإسرائيل، حتى أكثر بكثير من إدارة أوباما وحتى من إدارة كلينتون وبالتأكيد من إدارة بوش الأب، وهي ترى بأن المصلحة الإسرائيلية وبقاء إسرائيل وتفوق إسرائيل النوعي والاستراتيجي ضروري جدا. ولكن أيضا يتماشى مع ذلك هو أن هناك اعتقاد لدى الرئيس ترامب وبعض المسؤولين في الإدارة المقربين منه أن الشرق الأوسط لم تعد له نفس الأهمية التي كانت للمنطقة في السابق، من ناحية النفط أن الولايات المتحدة الآن كما ذكرت في البداية هي أكبر منتج للنفط في العالم وهي غير لا تحتاج نفط الشرق الأوسط. ولكن طبعا على الرغم من أن ذلك فيها الكثير من الصحة، إلا أن النفط الولايات المتحدة لم تكن تشتري نفط الكثير من النفط من المنطقة، ولكن ترغب في النفط لأنها تريد أن تسيطر على الأسعار وتريد أن أي أحيانا تبتز حلفائها الأوروبيين وغيرهم الذين يعتمدوا على نفط المنطقة لكي تقول أنني أنا الذي أحمي هذه المنطقة، ولتعزيز أيضا القدرة الشرائية قدرة الدولار في السوق العالمية، لأن الدولار كان هو العملة الرئيسية. ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على العلاقة وحماية الدول والمنشآت النفطية في المنطقة. ولكن في الفترة الأخيرة هناك اعتقاد بأن هذه المنطقة على الرغم من أنها لا تزال مهمة استراتيجيا وأن الولايات المتحدة لا تزال تنوي الاحتفاظ بقوات لها وبتحالفاتها مع عدد من دول المنطقة الأخرى، خاصة أنها تستفيد من بقاء العالم العربي منقسما وتقيم علاقات نائية مع كل من الدول مع كل دولة على حدة إلى حد ما من دول المنطقة، إلا أنها أيضا لديها هذا الاهتمام المتزايد والقلق المتزايد من تنامي النفوذ الصيني في المنطقة وفي العالم. وخاصة هناك اعتقاد أن باب المندب سيصبح
ستصبح منطقة حساسة جدا ومهمة جدا للأمريكيين وللصينيين، لأن صحيح. لأنه بعد الحرب العالمية الثانية دكتور إدمو، يعني كان بالنسبة لهم تمركز هذه القواعد العسكرية وحتى السيطرة على المضائق بالنسبة للأمريكي هي العامل الأهم ببسط هذا النفوذ العسكري وكذلك التجاري والاقتصادي. ولكن اسمح لي، بما أننا أشرنا إلى أهمية المصلحة الإسرائيلية وبالعودة إلى اتفاقية كامب ديفيد وكيفية إنشاء هذه القوة والتواجد الأمريكي بالمنطقة الذي أشار إليه الدكتور حسن، أنه بالنسبة للأمريكي الأهم هو حماية أمن إسرائيل وهذا الجيش الأهم بالنسبة له في المنطقة. إذا مشاهدينا الكرام وضيوفنا الأكارم، عقب معاهدة كامب ديفيد التي وقعت عام 1979 بين مصر وإسرائيل، دخلت قوات حفظ السلام إلى شبه جزيرة سيناء كجزء من بنود المعاهدة. القوة مؤلفة من 13 دولة بقيادة الولايات المتحدة التي لها قاعدتان رئيسيتان في شبه الجزيرة، وإحداها في شمال سيناء وأخرى في جنوبها. ويقدر عديد القوات الأمريكية هناك اليوم بأكثر من 400 جندي أمريكي. جاء في سياق الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن المعاهدة مناطق محدودة التصليح أو التسليح، وقسمت سيناء إلى ثلاث مناطق رئيسية. المنطقة الأولى وتعرف بالمنطقة ألف تبدأ من قناة السويس حتى أقل من ثلث مساحة سيناء، تلتزم مصر فيها بعدم زيادة التسلح والتسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة. أما المنطقة باء فتضم مساحة شاسعة تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ وتتسع لتصل إلى العريش. نصت فيها المعاهدة على التزام مصر بأربع كتائب كحد أقصى ذات أسلحة خفيفة ومركبات غير مجنزرة. أما المنطقة جيم التي تضم كامل الشريط الحدودي بما فيها مدن طابة وكذلك رفح المصرية، ومن غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية فيها باستثناء قوة شرطة صغيرة بأسلحة خفيفة. دكتور حسن، انطلاقا من هذه القوة التي تعرف بأم أف أو يعني مالتي ناشونال فورس أند أوبزرفر التي هي اليوم تتحدث عنها وول ستريت جورنال بتوجه من البنتاغون بسحب عدد من القوات، هذا إلى ماذا يدلل، خصوصا أنه كان دائما التحرك الأمريكي هناك للحفاظ على أمن إسرائيل التي لا تبعد سوى كيلومترات محدودة، وكان دائما يوجه الانتقاد بأنه هذا التعاون الذي تفرضه أو يفرضه الأمريكي بمحاربة الإرهاب حتى بتعاون وتنسيق مع إسرائيل هو ذريعة بالنسبة لكثر. اليوم كهكذا قرار أغاض وأزعج كيان الاحتلال، وحتى كان هنالك اتصال من رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي لإيصال هذا العتب أو هذا الامتعاض من هكذا قرار. ما هي التداعيات لهكذا خطوات أمريكية تحديدا بهذه المنطقة بشمال سيناء؟ يعني اعتقد انه لا يجب ان نبالغ في مغزى هذا التحرك. هناك نقطه مهمه يجب ان نتذكرها، وهي ان النص الاصلي في معاهده السلام بين مصر واسرائيل فيما يتعلق بالقوات المتعدده الجنسيه كان يريد قوات حفظ السلام تابعه للامم المتحده، ولكن الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت رفض مشروع القرار لتشكيل قوات حفظ سلام او قوات طوارئ دوليه تابعه للامم المتحده، ولذلك يعني لتجاوز هذا الفيتو الامريكي يعني تم الاتفاق على تشكيل قوه دوليه بقياده الولايات المتحده الامريكيه، قوه متعدده الجنسيات، ولكن اساس الوجود يعني العمود الفقري لهذه القوة هي القوات الأمريكية. طبعا هذا يرضي إسرائيل تماما، وإسرائيل باستمرار كانت تريد أن تكون الولايات المتحدة ليس فقط هي الضامن الأساسي لعملية التسوية والوسيط الوحيد الذي يمكن الاعتراف به، ولكن كانت تريد أن يكون لها أن تتحول إلى مخزن للأسلحة الأمريكية، وأن تتحول أن تصبح الولايات المتحدة قريبة من مسرح العمليات يعني تحسبا لاي طارئ. ولذلك اسرائيل تزعج باستمرار من اي تخفيف للتواجد الامريكي في المنطقه. ولكن انا اظن ان هذا يعني اولا ليس هناك قرار نهائي في هذا الشان، ليس من الواضح حتى الان ما اذا كانت الولايات المتحده ستسحب قواتها البالغه حوالي 400 جندي وضابط كما اشرت في التقرير. ربما يعني يتم تخفيف هذا العدد
والهدف هنا هو خفض النفقات وليس أكثر. يعني لا أظن أن الفعالية العسكرية الأمريكية في المنطقة ستتأثر كثيرا، ربما إسرائيل قريبة من المغزى السياسي لهذا التحرك. يمكن ليس هو تغيير دكتور حسن بالاستراتيجية يعني الكاملة لترامب وأمريكا. نعم دكتور حسن، لا أعلم إذا كنت تسمعني، ولكن يمكن هذه ليست تغيير باستراتيجية كاملة ولكن بأولويات يعني ترامب. أعتذر منك دكتور حسن بهذه النقطة، سأحيلها عليك دكتور إدمو. هل تسمعني دكتور إدمو؟ هل يمكن لخفض الوجود الأمريكي العسكري بالسعودية أن هنا أن يعيد رسم أولويات السياسة الأمريكية؟ هنا أنطلق من نقطة أساسية، الدليل أن واشنطن تضاعف تسعيرة حمايتها لكوريا الجنوبية، طلبت من كوريا الجنوبية 1.3 مليار دولار سنويا لتمركز هذه القوات الأمريكية. هذا إلى ماذا يدلل أيضا بالعودة إلى هذه النقطة تحديدا؟ فعلا اولا كما تفضلت وقلت في البدايه عندما اشرت الى الموضوع ان سياسه الرئيس ترامب الى حد ما هذه السياسه من الرئيس الامريكي، سياسه الرئيس الامريكي واشار الى ذلك ايضا دكتور حسن وهو ان هذه الاداره ترى بان مصلحه امريكا يجب ان تاتي اولا قبل اي مصلحه ثانيه، ان السياسه الخارجيه الامريكيه يجب ان تنبع من هذه المصلحه، ان تتبنى الولايات المتحده سياسه تركز على حمايه المصالح الامريكيه كما تراها القياده الامريكيه طبعا، وبالتالي فان هذا هو الهدف الرئيسي. ومن هنا جاء ايضا عده نقاط ضمن هذا الإطار، وهو أن الرئيس الأمريكي والمرشح دونالد ترامب حتى قبل أن يصل إلى البيت الأبيض كان يقول أولا فيما يتعلق بالصين أن الصين استغلت الولايات المتحدة، أنها سرقت الملكية الفكرية، سرقت التقنية، وأنها تهدد الاقتصاد الأمريكي، أن هناك عدم توازن في التجارة بين الصين وبين الولايات المتحدة بمئات المليارات من الدولارات، ولذلك يجب أن يعود التوازن. فيما يتعلق حتى بالحلفاء الآخرين، الحلفاء الأوروبيين، الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، كان دائما يقول أن الأوروبيين والحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي لم يدفعوا الثمن الضروري، أن الولايات المتحدة هي التي تتحمل الأعباء للدفاع عن هؤلاء، علما بأن ما تفعله الولايات المتحدة هو في صلب مصلحتها، حتى تشكيل حلف شمال الأطلسي أو أي أحلاف أخرى مثل أنزوس في جنوب شرق آسيا كان يهدف أيضا لحماية المصلحة الأمريكية أولا وآخرا إلى حد كبير، ولكن الإدارة تعتقد بأن على هذه الدول وهي دول غنية يجب عليها، كانت في كوريا، اليابان وبعض دول آسيا الأخرى أو في الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا أن تدفع 2% على الدفاع، وأنها لم تفعل ذلك ويجب عليها أن تفعل ذلك، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات عقابية أو عقوبات أو غير ذلك. ومن هنا أعتقد لنفهم ما الذي يجري، أن الولايات المتحدة حتى في الشرق الأوسط سمعنا نفس الكلام أو كلام مماثل من الرئيس ترامب، من المرشح ترامب وبعد ذلك من الرئيس ترامب، وأن الولايات المتحدة هي التي تحمي دول المنطقة، ولذلك على دول المنطقة أن تدفع ثمن وكلفة هذه الحماية. دكتور إدمو، بما أنك أيضا أشرت إلى الأوروبي بإشارة ردع واضحة بالنسبة إلى كل خصم محتمل يعتبره الأمريكي، يعني ملفت ما قاله وكيل وزارة الدفاع الأمريكية بالوكالة جيمس أندرسون بأن هناك ضرورة لنشر أسلحة نووية أمريكية بدول الناتو، ونحن نعلم ونتذكر يعني هنالك نوع من التجديد وتحديث هذه الأسلحة التي نشرت في الحرب الباردة ومواجهة الاتحاد السوفيتي، الآن يتم تحديث هذه أيضا الأسلحة. هذا يأتي بضمن يمكن الاستراتيجية والإطار الذي تحدثت وأشرت إليه بأنه أولوية مختلفة بمواجهة وخصوم مختلفين الآن يشكلون تهديد أكبر بالنسبة للأمريكي، ليس فقط المال، السلاح وكذلك الاقتصاد والعسكرة يمكن القول دكتور إدمو، أيضا الصحة. اليوم من بات يملك هذا السلاح هو من يسيطر، وهنا نلاحظ هذا الجشع وهذا السباق المحموم بين مختلف الأطراف والقوى لإيجاد ومن يمتلك هذه القوة هو يمتلك بالنهاية السلطة في العالم. سنبحث هذه النقطة بعد الفاصل معك ومع الدكتور حسن حينما ينضم إلينا، ولكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود لاستكمال المسائية، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم.
من جديد أهلا بكم في الجزء الثاني من المسائية، ونجدد الترحيب بالدكتور إدمون غريب من واشنطن وكذلك الدكتور حسن نافعة من القاهرة. ولكن سنستأنف، وقبل أن نستأنف الحوار سنذهب إلى هذا التقرير. فالحركة اللافتة في المناقلات العسكرية الأمريكية في العالم تثير الكثير من التساؤلات حول معركة أمريكا في المستقبل، أين وضد من؟ الإجابة مع غراسيا بيطار. في الأمس القريب استعد كثيرون لمتابعة المواجهة العسكرية التي كادت أن تصبح حتمية بين أمريكا وإيران. وأما اليوم فها هو الرئيس الأمريكي يعلن أن إيران لم تعد تشكل خطرا استراتيجيا على المصالح الأمريكية، يسحب منظومة الباتريوت من السعودية ويعلن عن المزيد من الإجراءات المماثلة في أكثر من دولة ومن ضمنها شمال سيناء. ينقل عن مسؤولين أمريكيين إدراجهم سحب القوات ضمن التحركات الروتينية مقابل من يستند إلى تصريحات دونالد ترامب نفسه ليربط الأمر بمعادلة الأمن مقابل المال. فهل فعلا باتت أمريكا ترى أن ما تعده خطرا عليها تبخر باغتيال قاسم سليماني؟ أم أن قطبا مخفية قد تحاك في اتفاقات جديدة بين واشنطن والرياض؟ المفارقة أن تعزيز القوات الأمريكية يسجل في المحيط الهادئ وأوروبا، فهل هنا تكمن معركة أمريكا في المستقبل؟ ترامب وصف وباء كورونا بأنه أسوأ اعتداء على الولايات المتحدة، أسوأ من بيرل هاربر وبرج التجارة العالمي، مواصلا اتهامه الصين بالتقاعس عن مكافحة الفيروس في بداياته. وكذلك فعل وزير خارجيته الذي واصل اتهام بكين بالتستر على تفشي الوباء وبمواصلة إخفاء معلومات، حتى أن ترامب يسعى إلى محاكمة الصين من داخل منظمة الصحة العالمية بعدما دعا مايك بومبيو إلى فتح تحقيق بشأن تعامل الصين مع الفيروس، داعيا الدول إلى الموافقة على انضمام تايوان إلى منظمة الصحة العالمية عضوا مراقبا، في خطوة من شأنها أيضا أن تستفز الصين. الصين في المقابل قدمت نفسها منقذة للعالم، أرسلت مساعدات طبية لنحو 100 دولة حول العالم منذ أن سجل فيها صفر إصابات بالفيروس. يكاد يتحول المشهد إلى كابوس بالنسبة إلى أمريكا العظمى التي سجل عداد كورونا فيها الأخير وفاة 2000 شخص خلال 24 ساعة، حتى أنها ولسخرية الأقدار تلقت المساعدات من مصر وتركيا. ميدان آخر باتت الصين تهدد فيه موقع أمريكا بعد الاقتصاد والعسكر، إنه سلاح الصحة ومعركة الصحة حول العالم. سؤال من شقين دكتور حسن للاستفادة معك، ولأنه أيضا انقطع الاتصال معك في الجزئية قبل الفاصل. السؤال المطروح، أليست سياسة واشنطن يعني هي التي شكلت وتشكل الخطر الاستراتيجي بالنسبة للمنطقة، مع أن هنالك نوع من التهدئة من خلال مشاهدة أو رسم الخطة الآن القائمة، إن كان بصورية المشهد بالتهدئة في العراق أو حتى بلبنان، وصولا إلى نوع من المهادنة يمكن القول أو التهدئة تجاه الإيراني في المنطقة؟ بالمقابل سلاح الصحة لماذا دخل في البازار الذي يحاول الأمريكي وترامب تحديدا بالحصول عليه بالفوز به، وكأن من يمسك اليوم بالصحة هو من يمسك السلطة بالعالم والنفوذ؟ نعم، يعني أنا لا أعرف بالضبط متى انقطع الاتصال، وكنت أتحدث عن التواجد الأمريكي في سيناء وكيف أن هذا التواجد كان يراد به في البداية وفي النص الأصلي أن يكون تواجدا تابعا للأمم المتحدة وليس تواجدا أمريكيا. ولكن عندما استخدم الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي، يعني تم البحث عن صيغة أخرى بحيث تقود الولايات المتحدة القوات المتواجدة في سيناء ولكن ليس تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن تحت ترتيبات أخرى بين الطرفين، بين إسرائيل من ناحية ومصر من ناحية أخرى. الآن للعودة إلى سؤالك حتى لا ندخل في تفاصيل ما يحدث على الجبهة المصرية، طبعا مشكلة الولايات المتحدة الحالية أن وزنها النسبي في العالم أو في النظام العالمي يتراجع. طبعا الولايات المتحدة ما تزال هذه اللحظة القوة الأولى
في العالم، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الاقتصادية أو حتى من النواحي التكنولوجية، فيما عدا بعض الميادين العلمية والتكنولوجية التي بدأت يعني الصين تسبق حتى الولايات المتحدة فيها. ولكن الجديد في الأمر أنه هناك يعني متغيران أساسيان. المتغير الأول أن روسيا بعد فترة من الانكفاء على ذاتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تعود الآن بقوة إلى المسرح الدولي لتلعب دورا، وبالتالي وبالذات في منطقة الشرق الأوسط، وتواجدها في سوريا هو تواجد يعني في غاية الأهمية من المنظور الاستراتيجي وبالذات من المنظور الأمريكي. الولايات المتحدة رغم أنها كانت حريصة يعني لم تكن يعني تخشى هذا التهديد في البداية، والثاني والثاني هو الصين. يعني الولايات الاتحاد السوفيتي روسيا تشكل قوة عسكرية مهمة جدا، لأنها يعني القوة النووية الثانية حتى الأولى بحكم المخزون النووي الاستراتيجي. فمن ناحية العسكرية روسيا تستطيع أن تعادل تماما الولايات المتحدة، وبالتالي هي تستطيع تدمير الولايات المتحدة إن حدثت مواجهة نووية لا قدر الله بين القوتين. لكن هناك تهديد آخر الولايات المتحدة أهم واقع الأمر، لأن السلاح النووي في نهاية المطاف هو سلاح للردع وليس سلاح للاستخدام، وبالتالي هذا التنين الهائل القادم من آسيا الصين في طريقها لأن تتحول إلى قوة اقتصادية أولى، القوة الاقتصادية رقم واحد. طب هل هذا السبب الذي دفع دكتور حسن، يعني إذا كان بشكل مختصر لأنه لم يتبقى لنا سوى دقائق، أنه منظمة الصحة العالمية تتهم بأنها دمية بيد الصين، بأنها تابعة للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك نوع من اليوم بتبديل وإيجاد بديل عن الصحة منظمة الصحة العالمية، والتي هي بنهاية المطاف دكتور حسن نافع تاريخيا منذ تشكل يعني عصبة الأمم حتى عام 45 بإقامة الأمم المتحدة وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48 وكل المنظمات الدولية التي انبثقت، هي بجوانبها كثيرة هي بيد الغربيين إن كانوا أوروبيين أو حتى أمريكيين. نعم، والولايات المتحدة كانت تساهم في ميزانية كل هذه المنظمات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بأكثر من 40% من ميزانية هذه المنظمات. الآن هي لا تساهم إلا بحوالي 18% وبعض الأحيان 12% فقط، وهي تشعر أنها معزولة عالميا في واقع الأمر. يعني هناك قوة من دول العالم الثالث بعد أن تحررت من الاستعمار أصبحت تشكل الأغلبية في معظم هذه المنظمات، ولولا الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لأصبحت الولايات المتحدة معزولة تماما على المسرح الدولي. الولايات ترامب يحاول في واقع الأمر يعني مسؤولية فشله الذريع هو انكشف تماما في موضوع أزمة كورونا في الداخل. الإدارة الأمريكية لأزمة كورونا هي أسوأ إدارة في واقع الأمر. الولايات المتحدة تتحمل خسائر تشكل ثلث خسائر تقريبا، ولذلك ترامب يمكن ذاق ذرعا بقواعد القانون الدولي والمنظمات الدولية التي يلجأ إليها فقط لفرض رؤيته. وهنا دكتور إدمو، يعني بمراجعة تاريخية على سبيل المثال، الرئيس الأمريكي السابق تحديدا ريغان اتخذ قرار الانسحاب من منظمة اليونسكو، ولكن نحن بقضايا إنسانية بالمرتبة الأولى بالأولويات. هل المهم بالنسبة للأمريكي الفشل والنجاح لهذه المنظمات، أم همه الوحيد هو السيطرة عليها، خصوصا في ظل جائحة كورونا فتحت يمكن الباب واسعا على هذا التنافس الدولي، لأنه من يمتلك مفتاح الصحة هو من يمتلك النفوذ؟ فعلا، لأن الصحة أصبح قضية أساسية، وأثبتت أيضا دول بعض الدول بأنها كانت أكثر سرعة في التحرك لاحتواء هذه الجائحة. مثلا رأينا دول مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية قبل حوالي شهر ونصف كانت تقوم ب 20,000 كشف طبي يومي
بينما الولايات المتحدة كانت تقوم ب4000. دولة مثل سنغافورة، حتى الصين على الرغم من الأخطاء الأولية التي وقعت فيها تحركت بسرعة، وأيضا يبدو بأنها بدأت تحتوي هذا الوضع، وتحركت أيضا لمساعدة تقديم مساعدات لدول حتى دول حليفة للولايات المتحدة. لم تقم الولايات المتحدة في البداية بتقديم الدعم والمساعدة لها كما كان هو الوضع في السابق. في السابق كانت عندما تحدث أي كارثة أو زلزال أو حرائق كبيرة أو حتى في حروب أهلية أو مجاعة، الولايات المتحدة كانت الولايات المتحدة هي الدولة التي تتحرك صحيح. وتقدم المساعدات، وبالتالي فأن هذا بدأ يبعث برسالة بأن الصين هي التي تحركت، وأن هذا ربما حسب تفسير البعض في الولايات المتحدة يعني بأنها تتهيأ للعب دور القوة العظمى على المستوى الدولي أو القوة الأعظم أو لمنافسة، على الأقل منافسة الولايات المتحدة. وبالتالي هذه كانت من النقاط المهمة جدا. ولكن أيضا هناك أمور أخرى، هناك أيضا محاولة تسربت معلومات عن المحادثة الأخيرة بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي طلب من الرئيس الروسي الضغط أو حتى الصين على الدخول في مفاوضات الحد من الأسلحة النووية خاصة، ولكن الصين حتى الآن ترفض وترى بأن لديها حوالي 300 رأس نووي، فهي تريد زيادة هذه الأسلحة والصواريخ. ولذلك فإن هذه أيضا هي من بين النقاط من وراء التحركات الأمريكية في أوروبا والضغط على الأوروبيين، خاصة أن الولايات المتحدة أيضا بدأت تتحدث عن نشر أسلحة نووية ذات رؤوس صغيرة، وبالتالي هذا ما حذر منه الروس وما رفضوه، وقالوا أن الأوروبيين والأمريكيين قد يدفعوا ثمنا باهظا لذلك، لأن الروس سيردوا بقوة بكل ما لديهم، وبالتالي هذا أخلق الأوروبيين، وهذا أيضا أحدث نوع من التوتر بين يعني الروس. نحن بالخلاصة بحاجة إلى تراتبية النظام الدولي اللي الذي يجعل يمكن القضايا الإنسانية بأدنى أولوياتي دكتور إدمون، وخصوصا بالنسبة لترامب إذا لم يسيطر أو يفرض الرؤية على هذه كذا منظمات. يعني سأعود إلى منظمات الصحة العالمية التي هي جزء من يمكن الأسلحة التي استخدمتها بعد الحرب العالمية الثانية وسيطرت عليها، إذا تعذر عليه ذلك يقلب الطاولة أو يهدد بعدم التمويل. تعلم، وهذا ما رأيناه ليس فقط مع منظمة الصحة العالمية، وإن كانت هذه ربما إحدى يعني خاصة في هذه المرحلة هي واحد من أسوأ القرارات التي اتخذتها الإدارة، خاصة أنه كان هناك قرارات سيئة أخرى، إن كانت الانسحاب من الاتفاق 5+1، الانسحاب من اتفاقية المناخ، الاتفاق من اتفاقيات الحد من الأسلحة، وعدد آخر من الاتفاقيات الأخرى. ولكن كل هذه إلى حد ما تثير أسئلة حول الدور الذي تريد الولايات المتحدة لعبه، وهي أنها لا تزال تحاول الحفاظ على الوضع القائم وأنها هي الدولة الأقوى. ولكن هناك مطالبة بمراجعة الآن بعد هذا الوباء، لأنه أجبر المسؤولين الأمريكيين على إعادة النظر في قضايا كثيرة، خاصة التدخلات الخارجية الأحادية التي حاولت فرضها الولايات المتحدة على دول. ولذلك نحن أمام يمكن نفق بناء نظام دولي أكثر عدلا، أكثر إنسانية وأكثر إنصافا، انطلاقا من هذه السيطرة أو النفوذ التي استمدها الأمريكي طيلة هذه السنوات. دكتور إدمون، على كل أحوال شكرا جزيلا لك دكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن، وشكر موصول لك من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المسائية. المسائية انتهت في أمان الله.